دور اللجنة زي ما تعرفون مهم في هذه المرحلة في اختيار شاعر من الاثنين للتأهل إلى ربع النهائي. يكفي أن يتوافق اثنان من اللجنة على رأي واحد ليكون القرار محسوماً. لجنتنا الكريمة، سمعنا آراءكم والآن جاء وقت القرار. لأي قصيدة حتصوتوا؟ لطارق أم زكي؟ أبدأ معاك أستاذ محمد إبراهيم يعقوب. أولاً شكراً للشاعرين على ما قدما، وأنا أميل إلى اختيار قصيدة مأساة العابر القديم الأستاذ طارق سميلي. شكرا لك. إذن صوت لطارق سميلي. دكتور عارف الساعدي، صوتك لأي القصيدتين؟ شكرا. أولا أحيي الشاعرين الصديقين العزيزين على ما قدماه من نصين رائعين، ولكني أصوت لزكي العلي. دكتورة فوزية، يعني صوت طارق وصوت الزكي وقرارك هو اللي حيحسم مين يتأهل معانا المراحل الربع النهائية. والله بقول أنا نفس اللي قلته عن عائشة وعلي، أنه أنا قلبي ووجداني مع طارق ومع لوعة العمر اللي عند طارق، ولكني أعطي صوتي للأستاذ زكي العلي. مبروك. ألف 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 مبروك علي. ألف مبروك. ألف مبروك زكي، وشكراً لوجودك معنا طارق. ألف مبروك لزكي. شكراً لك، شكراً لشاركتك معنا في المعلقة. يعطيكم ألف عافية، شكراً لكم.